السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وننتظر مشاركاتكم لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض عبر أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب، رقم الواتساب المخصص أمامكم بإمكانكم أن ترسلوا الرسائل المكتوبة وسنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. الملف الأول لدينا هو ملف التظاهرات والاحتجاجات في العراق، وتحديدا تظاهرات الخريجين التربويين والإداريين التي خرجت في عدة محافظات للمطالبة بإنصافهم وتعيينهم على ملاك وزارة التربية أو جعلهم عقودا وزارية، وليست المرة الأولى التي يخرج بها الخريجون التربويون بهكذا تظاهرات، لكن بسبب التجاهل الحكومي جعلهم يتحملون لهيب الشمس حر الصيف من أجل المطالبة بحقوقهم. نظم العشرات من الخريجين التربويين والإداريين مسيرات احتجاجية ووقفات أمام مجلس محافظة النجف، طالبوا خلالها بإدراجهم ضمن القرار 315. لنشاهد. ما تفيدك الحمى، ما يبقى كل وزير، لازم يرجع للحصير، ما يبقى كل وزير، لازم يرجع للحصير. مشاهدينا الكرام، نبقى مع هذا الملف وننتقل من محافظة النجف إلى محافظة أخرى هي محافظة ديالى، حيث نظم الخريجون التربويون والإداريون وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة ديالى للمطالبة بشمولهم بقرار 315. لنشاهد. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام من ديالى إلى محافظة ميسان، حيث تظاهر الخريجون التربويون والإداريون في تظاهرات للمطالبة بشمولهم بقرار 315، لكن تعرضوا للقمع الحكومي، استخدمت ضدهم خراطيم المياه الساخنة من قبل القوات الحكومية. بالرغم من سلمية تظاهراتهم إلا أنهم دائما ما يواجهون قمعا حكوميا. لنشاهد. شوفوا قوات الشغب شو تسوي بالخريجين، شوفوا 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 المحافظ مال ميسان شوف شو يسوي بالناس المثقفه الواعيه. شوفوا ادري ليه بدا تنتقدون، ليه بدا تصير عندكم غير على بناتكم. الآن مشاهدينا دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع في موقع فيسبوك. وردة تقول: قابل إرهابيين وتضربوهم، ليش ولكم؟ طبعا التعليقات هنا جاءت على مقطع القمع الذي حصل في محافظة
ميسان عندنا تعليق آخر من علي وحيد يقول: هذا حال الخريجين التربويين بس بالعراق بلد الخيرات، هكذا يتعاملون مع الخريجين التربويين والإداريين، لماذا هذا الظلم؟ تعليق من أسيل تقول: إن لم تستجيبوا لنا سنهدد عروشكم التي سلبت حقوقنا وجهدنا الذي أفنينا عمرنا من أجله. ولدينا ضمن التعليقات من محمود المالكي يقول: الله أكبر على كل ظالم سلب حق الخريج. مشاهدينا الكرام، ستأتينا بعد قليل اتصالات ومشاركات من المتظاهرين الذين شاركوا في تظاهرات الخريجين التربويين في محافظة ميسان، لكن الآن طيب وصلت الاتصالات. قبل أن ننتقل إلى باقي الملفات، دعونا نستقبل اتصالات أحد المتظاهرين الخريجين. علي من ميسان، تفضل يا علي. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. علي، حدثنا عن اللي صار اليوم في محافظة ميسان من قمع للتظاهرات، وشنو الخطوات اللي ممكن تتخذوها بالمستقبل بشأن هذا الموضوع؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نشكر قناة الرافدين لنقل معاناة الخريجين التربويين والإداريين في محافظة ميسان وفي كافة المحافظات. حياك الله. تابعنا أنتم على علم ودراية، أكثر يعني العالم جاي بالخريجين. نعم. احنا طارنا ما يقارب سنة ونص نتظاهر بالشارع، معتصمين بالشارع. يعني كل هاي الفترة ما لقينا واحد يعني يجي يشوف معاناة هاي الخريجين، ما ناشدنا النواب، ناشدنا رئيس الوزراء، ناشدنا حميد الغزي، ما خلينا واحد ما طرقنا بابه. وللأسف الشديد ما لقينا من يستمع لنا يعني كل هاي الفترة، وأكثر هاي الفترة كانت مظاهراتنا سلمية. شفنا المظاهرات السلمية ما جابت لنا نتيجة للعلم. تعرفوا احنا اليوم ناس أكاديميين وناس خريجين، يعني من المعيب ان يعني نطلع بمظاهرات فيها تصعيد، وقلنا خلينا نطلع مظاهرات سلمية. جدا هاي الفترة كلها ما شفنا يعني فد مسؤول يجي يسمع لك يقول لك تعال ابعد التخريج، انا اشوف مطالبك شكري. اعتقد الله العلي العظيم سنه ونص ما لقينا غير التسويف في المماطله. يعني بس سيد علي اليوم، نعم، يعني جزئيه القمع اللي دا تستمر ضدكم، حضرتك دا تتفضل وتقول انه صار لكم سنه ونص، خلال السنه ونص في كل المحافظات اللي شهدت تظاهرات خريجين شهدت ايضا قمع مستمر من قبل الحكومه. يعني هل تستخدمون اساليب استفزازيه؟ هل تحملون عصي او هراوات او اسلحه حتى تواجهكم هي بقمع؟ لا استاذ، لا قلت لك احنا ناس تربويين خريجين، احنا قلت لك بدنا المحيط علينا، احنا سويت شيء امور. نعم. بس بالنسبه للقوات الشغر والقوات الامنيه جاي نظاهر مقابل المحافظه، مقابل مجله التربيه، واثق بالله العلي العظيم. نعم. اعتقد يشوفون التصوير والنقل يعني. حتى بس مباشر كنا نسوي اثناء المظاهره مالتنا. فلا يوم اعتدينا ولا يوم صعدنا ولا يوم تجاوزنا على احد المنتسبين. طيب ليش لعد اكو رد فعل قاسي من الحكومه؟ والله استاذ هاي هذا السؤال يكون سؤال للحكومه. يعني احنا تعرف انت اليوم اذا نسال الحكومه شو يقولون؟ يقولون هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد عنف يستخدم. حتنفي؟ احنا نريد نسال المواطن، نريد نسال المتظاهر. استاذ العزيز استغفر الله العلي العظيم، عندنا فيديوهات موثقه، اجيب لك فيديوهات على هذا الرقم اللي اتصلت به علي، اجيب لكم فيديوهات من بدايه مظاهراتنا لليوم. اجيب لك شوف منو اللي يعتدي، احنا نعتدي لو هم يعتدون. شوف الخريجين التربويين والاداريين اكو يوم تجاوزوا على منتسب. طيب السؤال الأهم هنا سيد علي، السؤال الأهم ليش ما تلبي لكم المطالب؟ شنو اللي يمنع أن أنتم تتعينون أو تحصلون على حقوقكم؟ أنا أقول لك استاذ شنو فضل. يجي أنت روح تحكي لك أو أي واحد من المسؤولين يقول لك القانون 130 الفقرة 5 يمنع التعاقد مع الخريجين التربوي. طيب.
طيب تروح المدير وزير التربيه يدبك على الماليه، تروح على الماليه يدبك على رئيس الوزراء، تروح على رئيس الوزراء يدبك على شو اسمه حميد الغزي، وظل واحد يذبنا حسان، واحنا شلون نلعوبه بيديهم؟ يعني كل هذه الفتره بس ما عرفنا احنا مطالبنا وين بالضبط، من نريد نروح اليوم نتجه الواحد ونقول تعال بعد وين انا صرت يعني فعلا. يعني هاي جزئيه انه يمنع التعيين للخريج التربوي او التعاقد، يعني هاي الجزئيه ليش؟ شنو اللي يمنع التعاقد او اللي يمنع التعيين بالنسبه للخريج التربوي؟ شنو المشكله في تعيينه او التعاقد معه؟ والله استاذ هو هذا قانون خلته مجلس الوزراء، خلى قانون 180 فقره 5 هم خلوا هذا القانون، بعد ما ادري شنو الغايه من عنده، ليش ما يتعاقدون ويا الخريجين؟ هو استاذ رحمه والدك هو اليوم تعال انا خريج، انا اليوم احكي لك خريج 2010 نعم مواليد 85 لحد الان صار 12 سنه بدون تعيين نعم يعني يصير 12 سنه يصير درجات تجي للمحافظه، ثق بالله العلي العظيم تتوزع للاحزاب والمحافظه اللي حصلت، مدير التربيه اللي حصلت، واحنا ولد الخايبه ما لنا شيء، يعني وين الطموحات ما ندري، يعني اليوم اخر شيء اليوم لحد اليوم انا احكي لك على اليوم مظاهرتنا اضطرينا اليوم نقطع الطرق المؤديه للشركات النفطيه، وطلعنا تعرف هاي المكانات حساسه، ومن قطعنا اليوم الدنيا انقلبت علينا، سمعانا يعني استاذ بشرفك نساء عليهم سيد علي أنا أشكر حضرتك، وصلت الفكرة. طبعا القانون الدولي الإنساني وكذلك الدستور الموجود اليوم في العراق يكفل حرية التظاهر، ويعتبر عملية قطع الطرق حتى بالإطارات المشتعلة حقا مكفولا لكل متظاهر يعبر عن رأيه، وتعتبر هذه طريقة سلمية من طرق التظاهر. قطع الطرق بالإطارات المشتعلة ضمن القانون الدولي الإنساني هو مكفول لكل متظاهر يحاول التعبير عن رأيه بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة، هذا ليس شغبا وليس تعديا على أي شيء، هذا مكفول وموجود ضمن القانون الدولي. القانون الدولي يعني مو بس قانون العراق، القانون الدولي يكفل ويمنح الحق للمتظاهر أن يقوم بقطع الطريق تعبيرا عن غضبه حتى لو استخدم الإطارات المشتعلة. ويانا علاء من ميسان، تفضل يا علاء، أيضا ضمن المتظاهرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. علاء علي صوتك لو سمحت. وعليكم حبيبي، حياك الله علاء، كل الهلا. عيوني، احنا خريجين ميسان، قبل أن نلتجئ إلى طريقة قطع الطرق نعم، وقبل اللي هيك مظاهرات طلعنا سلمية أكثر من مرة، مظاهرات سلمية لم نحمل فقط سوى الإعلام، ظاهرنا بباب التربية، ظاهرنا بباب مجلس المحافظة، حتى الطرق اليوم المحافظة معناها طلبنا من المحافظ يتقدينا وبيحيلنا سبب عدم انصاف محافظة ميسان مقارنة بالمحافظات الأخرى. نعم، المحافظ لم نجد أي انصاف غير من المحافظ ولا من جميع المسؤولين في المحافظة. يعني احنا خريجين، احنا طبقه واعيه، احنا ضد الطرق المظاهرات الغير سلميه. نعم. بس هم جبرونا على هذا الشيء. احنا ما نريد نطلع طرق، احنا ما نريد نهدم الناس، بس يا اخي والله تعبنا، والله ملينا. يعني خريج صار لي 6 سنوات اطالب بعقد، يعني ما اطالب بتعيين، بعقد. ابن اغنى محافظه بالعراق من بعد البصره. يعني انا سالت علي قبلك، علاء سالت علي قبلك وقلت له شنو اللي يمنع الحكومه خاصة اليوم أسعار النفط بارتفاع، أكو انتعاش بخزينة الدولة، ليش ما تتعينون أو تتحولون على عقود أو إلى العقود؟ هو هذا السؤال اللي جاي احنا شنو اللي يمنع؟ يعني شنو الرد اللي يجيكم؟ أنا سؤالي على الرد، أنتم أكيد تواصلتوا ويا جهات حكومية المحافظة غيرها. استاذ راح أحكي لك إياها، يعني أحكي لك إياها هيك الصراحة. إي. إذا ما ننتم الجهة مثل الاخوان المحاضرين مثلا سندوا على جهه، فانا اقول لك يعني باختصار نوابنا يدورون طشه، نواب يدورون سمعه، انه انا اوقف لك بقضيتك، وجون اكثر من جهه سياسيه، جون اكثر من حزب راح يتبنى قضيتنا، احنا ضد هذا الشيء، احنا ما مثلين الحزب. نعم. احنا خريجين احرار نتعين بشهايدنا، ما نريد نسند على حزب، هاي احكي لك اياها النواب، اذا مو الخريج ينسند على حزب ما يتعين. القمع اللي دي يستخدم ضدكم، انا سالت قبل شويه سيد علي واكرر هذا السؤال،
التظاهر حق مكفول ومشروع موجود ضمن هذا الدستور. مكفول وحاشية اليوم، حاشية اليوم سيادة العميد قلت له المظاهرات حق سلمية في بلد الدستور. طيب. قال لي انزل من الشارع وانزل روح هناك ساحة ظهر. ظهر بالساحة من يجيني؟ قلت له لو ما قاطع الشارع تطلع لي؟ نعم. اليوم قطعنا طرق نفطية، طرق تؤدي للشركات النفطية. أنا طرق مهمة، يعني شو أقول لك تنزل علينا القوات، شغب، اعتدوا على النساء. يعني بنية نقي حد المي. نعم. يعني هذا العقيد، هذا العقيد يريدك تتظاهر في مكان بعيد عن الأنظار وبعيد عن الحركة حتى. يقول لي الحكاية بيش بالله، يعني يقول لي بالساحة لا تستخدم وياك القوة. يقول أنت بدل ما تصير وياي يصير يعني تستخدم وياي القوة. يقول لي ما أدري شيء، يقول لي إذا ما أدري شيء ليش جاي تقنعنا؟ توصل صوتنا للمحافظ، يقول لا إحنا عندنا فقط أوامر نمشي بها. أوامر شنو؟ أوامر تجيهم يعني من هنا أكيد من الجهات العليا بالمحافظة، يعني يقنع الخريجين. هاي الجهات العليا ما تنطي أوامر بس بقمعكم، ما تنطي أوامر بتعيينكم، بإعطائكم حقوقكم؟ يعني والله العظيم هاي المخصصات اللي تيجي لمحافظة ميسان وين بدها تروح برأيك يا علاء؟ أستاذ أنا أحكي لك على محافظة ميسان مقارنة ببقية المحافظات. نعم. يعني أعداد المحاضرين تجاوزوا 280 ألف محاضر. تدري نسبة الأنبار 30 ألف محاضر، مثلا عندك ذقاع كذلك بال 29 ألف محاضر، وهي محافظات مو نفطية، ليش محافظة ميسان 6000 محاضر فقط؟ نعم. يعني هذا السبب اللي نريد نعرفه، نعم. بالإضافة إلى صوت محافظنا، المحافظ لا يطالب لا يوجه أي كتاب رسمي. نعم. يعني ما أعرف ليش هذا السكوت. شكرا سيد علاء، وصلت الرسالة إن شاء الله، أشكر حضرتك ويانا أيضا من ميسان محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. نحن الخريجين التربويين في محافظة ميسان خرجنا. نعم. اليوم بتظاهرة شعبية مطالبين بحقوقنا، وإلا وهي العقد. نعم. العقد التربوي. منذ سنة وخمسة أشهر ونحن نتظاهر. نعم. ونخرج بتظاهرات ولم يستجب لنا لا مسؤول ولا نائب. ولم نجد رد من قبل المحافظ ميسان أو نواب ميسان. اليوم خرجنا بتظاهرة نطالب بالعقد التربوي في محافظة ميسان، وجوبهنا بالقمع الشديد من قبل قوات الشغب التي أرسلها إلينا المسؤولين بخراطيم المياه الساخنة والحارة. نعم. وضرب الشباب والشابات المتظاهرين الخريجين التربويين. هكذا يجابح الخريج؟ هكذا يتعاملون مع أصحاب الشهادات؟ نوجه رسالة إلى المسؤول الذي بعث بهذه القوات القمعية. نعم. هل أصحاب الشهادات وهل الخريجين التربويين يتعامل معهم بهذه الطريقة القمعية الوحشية؟ ألا لعنة الله على الظالمين، وشكرا. شكرا جزيلا سيد محمد من ميسان. أنا حقيقة الاتصالات اللي جاءت، وطبعا هناك اتصالات أخرى من ميسان، لكن حنكتفي بهذا القدر من المتصلين بخصوص قضية الخريجين، لأنه اليوم اللي شاركوا ويانا هم من التظاهرة وهم تحدثوا عن معاناتهم. وحقيقة أنه يخرج متظاهر بطريقة سلمية يعبر عن رأيه ويطالب بحقه ويواجه بقمع، يعني هذا أمر حقيقة. إلى متى سيستمر؟ إلى متى سيستمر الظلم للناس المحتاجة فعلا إلى أن تحصل على حقها في هذا البلد، اللي سلب منها حقها بسبب الواسطة والمحسوبية وبسبب الفساد؟ يعني سمعت علي أو علاء يقول لأن ما عندنا حزب فأمورنا مدى تمشي، لأن ما عندنا حزب واقف ورانا. يعني شنو اليوم اللي بالعراق ينأكل وينشرب إذا ما عنده حزب يوقف بظهره؟ حجيكم بعد شوية على قصة حقيقة صارت بخصوص التعيينات، وصارت معي أنا شخصيا وموضوع شهدته، وتحدثت بهذا الموضوع في أكثر من مرة سابقا، حنكرره لأهميته حتى يفهم اللي ما يريد يفهم شلون ده تمشي الأمور بالعراق. لكن دعونا الآن مشاهدينا ننتقل إلى ملف آخر ضمن الملفات التي لدينا حقيقة، وهذا من الأمور المحزنة اليوم أن نشاهدها في العراق، والموضوع يتعلق بالثروة الحيوانية والمحميات الطبيعية للحيوانات النادرة وغير النادرة حتى في العراق. محمية غزلان الريم في السماوة بمحافظة المثنى تعرضت لإبادة جماعية بسبب الإهمال الحكومي وتجاهل المناشدات من قبل القائمين عليها بسبب الجفاف
ونقص الأعلاف في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أكد مسؤولون في دائرة الغابات التابعة لوزارة الزراعة انخفاض أعداد غزلان الريم في 3 محميات بنحو 25% خلال السنوات الثلاث الماضية. أضافت المصادر أن أعدادها في هذه المحميات الثلاث يبلغ 224 غزالا، مبينا أن التناقص الكبير في أعدادها يعود إلى قلة التخصيصات المالية خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي عدم توفر الأعلاف الكافية لتغذيتها. هذه اللقطات التي ستشاهدونها الآن مشاهدينا تبين نفوق العشرات من أو عدد من غزلان الريم جوعا وعطشا بسبب جفاف محمية ساوة في محافظة المثنى وتحولها إلى صحراء قاحلة. يعني مشاهدينا مثل ما تلاحظون بهذه الطريقة في بلدان كثيرة حقيقة وجود محمية طبيعية أمر يجذب السياحة، موضوع يتم استثماره بشكل صحيح من أجل تنمية الاقتصاد في البلد. يعني هناك دول أفريقية تعيش على السياحة التي تأتي إلى البلد من أجل مشاهدة المحميات الطبيعية الموجودة ومشاهدة الحيوانات البرية وغيرها، لكن في العراق هذا قطاع مهمل مثل قطاعات كثيرة أخرى مهملة، والنتيجة نفوق هذه الأعداد. وطبعا هذا الموضوع سيتزايد مع مرور الزمن لأنه الماء الآن العراق يعيش أزمة مياه ويعيش أزمة فساد وحكومات احتلال، هذه حقيقة أزمات أدت إلى هذه النتيجة. طبعا بعض التعليقات التي جاءت بشأن هذا الموضوع تالية تقول: هاي النوع من الغزلان مهدد بالانقراض، ما تقدرون على تربيتها، اعرضوها للاستثمار، خلوا الناس اللي تفتهم تشتري المحمية وتعيد الحياة لهاي الغزلان. يعني حكومة فاشلة بكل شيء، ما بيكم جانب إيجابي، إبادة للبشر والأسماك والحيوانات. تعليق من عبد الله شمر الشمري يقول: هو البشر بالعراق مهدد بالانقراض وسوء التغذية، بقت على الحيوان؟ أصحاب المحمية شوفوا لكم حزب متمكن وخلي الغزلان ينتمن إله. هاي سالفة الأحزاب ما تخلص. عندنا إسراء العامري تقول: هو بس الغزلان؟ عم الإنسان في العراق رح ينقرض بسبب الجوع والحرمان بسبب السياسيين الفاسدين. تعليق من هدى الشمري تقول: كل شيء مهدد بالانقراض في هذا البلد حتى الإنسان، فلا عجب أن ينقرض الحيوان والنبات والحياة عامة. عندنا اتصال سيد عبد الرزاق من بابل، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ محمد، نتيجة الجفاف اللي جاي يتعرض له بلدنا والتصحر، حتى يعني الثروة الحيوانية تتعرض لانهيار، مثل ما يعني كثير من الثروات اللي دمرت يعني او اللي تعرض لها اعداء العراق للقضاء على الثروة الحيوانية بالعراق، يعني اللي هو نفوق الاسماك وغيرها كلها نتذكرها، حتى نفوق الغزلان. فحتما هذا الجفاف، هذا نقول يعني هذا رباني، لكنه الانسان اللي دمر الثروه في العراق وثروه البلد اللي هي يعني تكون مثل عامل مساعد لاغناء هذا البلد، لكنه بسبب العماله، بسبب التوجه للخارج وقرارات الخارج يكون البلد يعني مدمر. يعني احنا من اليوم اللي اجوا يعني حكموا البلد، شوف يعني ازمات مستمره، ازمات متتاليه، يعني وصلت الى جفاف يعني مرشود نهر دجله والفرات، شوف يعني المياه مالتها فلت، ماكو حرص من الدوله من الحكومه يعني بالمطالبه بحقوق العراق من حصه المائيه. هذا كله يعني هذا بالمستقبل راح ياثر تاثير كامل. لكن سيد عبد الرزاق، يعني الموضوع الموضوع لا يرتبط فقط بالمياه، الموضوع يرتبط بسياسات حكومة. اليوم لو اكو سياسات حكومية لكان استخدمت وسائل كثيرة في سبيل استغلال ما لديها من ثروات وتحسين الوضع بشكل عام.
يعني مثلا إذا عندك أزمة مياه، أكو دول كثيرة محيطة بالعراق وبعيدة عن العراق لا تمتلك أنهر أصلا ولا تمتلك مصادر للمياه، تعتمد على نظام تحلية لمياه البحر مثلا على سبيل المثال. طبعا العراق في شط العرب في مياه جوفية، في آبار، في أنهر، بإمكان أنه يستغل وسائل كثيرة وإمكانيات متاحة حتى يحسن من الوضع. ليش ذولا مدى يغيرون الواقع؟ ليش بعدهم يسيرون بالبلد من سيء إلى أسوأ؟ أستاذ محمد، أنت تذكر كل زيان من المملكة العربية السعودية قادت تستثمر الصحراء، صحراء النجف، صحراء السماوة. الجماعة رفضوا هذا الشيء لأنه لا هم يردون يعني البلد يتطور عن طريق الاستثمار، ولا هم يعني ينهضون بثروة هذا البلد وإحياء هذا البلد. فهم يعني لو جاي إيران طرح هذا المشروع، نعم لو جاي إيران طرح هذا المشروع كان هم رفضوا؟ لا لا لا، هذا الحبيب الأولي، هذا ما من السعودية يرفضونه. وخلي بالك يا أستاذ محمد، هذه ماكو هذه الحشود والميليشيات هاي مال عتبات تقوح كتت أغلبها الحرس الثوري، يعني هو اللي مسيطر، يعني هم مسيطرين السيطرة كاملة. ما تقول لك شو اسمه هذا الحشد مال عتبة مع العباسية والحسينية، مع اعتقد اغلبهم هم الحرس الثوري الايراني. بعد شويه انا اتمنى تبقى ورا ما نختم وياك الاتصال، بعد شويه حاعرض مقطع عن العتبه الحسينيه بكربلاء وش ده تسوي من مصايب وبلاوي، لكن يعني اريد منك تعليق سريع على الخريجين التربويين والمحاضرين اليوم اللي يطلعون، ناس تطالب بحقها يواجهونا بقمع، قمع حكومي مستمر لكل واحد يريد حقه. ليش؟ يعني اليوم شنو اللي يمنع من إعطاء هؤلاء الشباب اللي خريجين صار لهم سنين إعطائهم جزء من حقهم في هذا البلد؟ سيد محمد بربك، يعني بلد غني مثل العراق يطلع يعني مواطن العراق بلهيب الصيف بهذا الجو الحار يطلع يطالب بحقه؟ يعني هذه جريمة. يعني تعرف أنت لما عندك هذا الكم من الخريجين، غير الخريج من يطلع من يتخرج، عفوا من يتخرج المفروض يلقى وظيفه حتى يعين نفسه يعين عائلته، فمو يعني الخريج تخليه ويكون وبال على نفسه وعلى عائلته وعلى بلده. يعني هذه كارثه. يعني لما الخريج يتخرج وما يلقى وظيفه، ما يلقى تعيين، شو راح يدير البلد؟ ما اعرف. يعني هذا هاي كارثه. يعني ما اعرف، يعني هذول اعداء العلم واعداء المعرفه. يعني هاي وصلت فيهم حاربين لك المثقف، المعلم اللي هنا في الحياة. شكرا سيد عبد الرزاق من بابل. الإنسان المتعلم والمثقف لا مكان له في العراق. في قبل مدة، يعني بضع سنوات، صادفني في مطار في تركيا، مطار داخلي، أحد المسافرين العراقيين. حقيقة هو كان تايه ويريد مساعدة في سبيل إيجاد البوابة اللي تذهب به من اسطنبول إلى مطار غازي عنتاب التركي، إلى مدينة غازي عنتاب. فطلب مساعدتي أنه أدليه على مكان البوابة، بوابة الطيارة. نظرت حقيقة إلى التيكت الخاص به، فوجدت أنه التيكت أو الطيارة مالته بعد 5 ساعات من لحظة السفر. فبلغته أنه ما راح تلقى بوابتك لأنه بعدها ما نازلة ضمن الجداول، انتظر وبعدين يجي الموعد وشوف مكان البوابة. فحقيقة قال لي أنه أرجوك تساعدني لأنني أمي، شخص أمي لا أقرأ ولا أكتب، فما أعرف أني إذا طلعت بوابتي شلون حارف أقراها، مدى أفتهم بصراحة. يعني أنا كان موعد سفري قريب وبعجالة حاولت أساعد قدر المستطاع، أنه أدلي أنه أحاول أخليه يفهم يشبه الأحرف والأرقام وكذا بالتذكرة. فسؤال فضولي بدر مني أنه شو عندك رايح الغازي عنتاب؟ قال رايح للقنصلية العراقية في مدينة غازي عنتاب التركية. قلت له ترى ماكو داعي تروح لغازي عنتاب، اكو وحدة موجودة باسطنبول. قال لا، مو اني مو رايح اراجع، اني موفد من الدولة لقنصلية غازي عنتاب. تخيلوا مشاهدينا الكرام، امي لا يقرأ ولا يكتب، موفد من وزارة الخارجية الى القنصلية العراقية في مدينة غازي عنتاب، ايش راح يشتغل؟
ويانا محمد من بغداد، تفضل يا محمد. سيد محمد من بغداد فقدنا الاتصال. نكمل مشاهدينا، وتحدث السيد عبد الرزاق من بابل قبل قليل عن العتبات الدينية وما تفعله هذه الجهات في العراق، والتي يدار بعضها كما يقول، كما يقول سيد عبد الرزاق من بابل، من قبل إيرانيين. قام عدد من المنتسبين بالعتبة الحسينية في كربلاء بالتهجم على امرأة كبيرة في السن بعد أن استولوا وسرقوا أرضها بالقوة وجرفوا هذه الأرض رغم صدور أمر قضائي لصالح السيدة بملكيتها للأرض. ذريعة العتبة الحسينية أن هذه الأرض وقف إلى العتبة الحسينية، واستغلوا ضعف السيدة وكبر سنها في دولة تحكمها الميليشيات، ولأنها ليست ضمن حزب حاكم ومن الصعب الحفاظ على الممتلكات والحقوق في بلد مثل العراق، حصل مع هذه السيدة وكثير من الأحداث والقصص المشابهة أيضا حصلت لمواطنين عراقيين بسبب أفعال هذه الجهات الدينية بشكل شبه يومي تقريبا في العراق، لأنه لا دولة ولا قانون. الجدير بالذكر أن من قام بتصوير الواقعة هو الناشط حيدر هادي، وقام بنشر هذا المقطع في حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بعد أن قام بنشر الواقعة تم تغييب حيدر هادي من قبل أفراد ينتمون للعتبة الحسينية بحسب ما هو متداول وبحسب مقربين من حيدر. دعونا نستمع إلى حديث هذه السيدة. زين. وقايم مقام. زين. كل يوم جايب لي جوقة ويخرعني ديه، وأنا ما أخترع من واحد. زين، ما يقولون المرأة كبيرة يجوز تتمرض، يجوز يصير بيها فشي. ما عندهم مانع، ما عندهم مانع، أهم شيء هم يستخرون بكيفهم. أنا يعني أصعد الأكبر واحد ماكو. يبدوني هسه من هسه أروح هذا للمالك، أروح الغير، أروح المدير الأوقاف اللي شاهدين راسه بي كلهم هذا. زين حجي، هذا اللي جاوا بالسيارات العتبة شنو علاقتهم بالموضوع؟ المنتسبين اللي وقعوا السياج ووقعوا النخل، ما عندهم جماعة هذا بن ناصر، ابن ناصر وقائم مقام. ابن ناصر منو حجيه؟ ما اعرف. من العشيرة. ها، من العشيرة. زين، هو هذا منو هذا الموجود اللي دكتور ما اعرف منو؟ من شنو علاقته بالعتبة؟ هو ابن ناصر هذا والدكتور، الدكتور والنعال سوية تهمت له. لا زين حجيه، شلون هنا جو دخلوا ما وقفت حكيت فيهم؟ هذا القاع ماتي باسم جدي، باسم ابويا، باسم جدي وباسم ابويا وباسمي، واللي يطب لها القاع ماكو اخلي دمه يفور. وحق لا اله الا الله، الغيره ما عندهم، ناموس ما عندهم، عندهم بس غيره على ارواحهم. صاحبه حق وتتحدث بقوه لانها صاحبه حق. دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. أبرار تقول أو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، ليش خطية هاي المسكينة؟ عندنا تعليق من باقر محمد يقول: هم العتبة أكو شي ما أخذوا؟ ضمن التعليقات من قاسم وادي الخفاجي يقول: ولاية بطيخ كل من إيده إله. وآخر تعليق لدينا بهذا الموضوع من عبد الله الجبوري يقول: الله ينتقم منكم، باسم الإمام الحسين يستغلون الناس. لننتقل الآن مشاهدينا إلى المقطع الرابع لدينا في هذه الفقرة، إلى الملف المتعلق بأزمة الكهرباء المستمرة القاتلة في العراق. اشتكى أصحاب المولدات الأهلية في محافظة البصرة في قضاء المدينة تحديداً من عدم تجهيزهم بالوقود من أجل تشغيل المولدات وبيع الكهرباء إلى المواطنين في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء الوطنية، بالرغم من رفع سعر برميل الغاز من 90,000 إلى 125,000 دينار عراقي، ومع هذا لم توفره الحكومة. في المحصلة من يدفع الثمن بهكذا مواضيع هو المواطن البسيط الذي يعيش هذه الأزمة بكل تفاصيلها، من معاناة ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع المياه بسبب توقف المضخات وغيرها من الأمور المتعلقة بقطاع الكهرباء.
أصحاب المولدات الأهلية طالبوا بتوفير مادة الغاز بعد زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن محافظة البصرة. لنستمع إلى حديثهم. احنا اصحاب المولدات في قضاء المدينة، الله يخليكم شوفونا حل، ناشدنا قيم مقام ما سوى لنا حل. اي واحد جاي يعني ملينا البرميل كان بتسعين الف، هسه وصل البرميل 125. يا ناس يا عالم، جميع واحد قدم مولده بقضاء المدينة متأذي، يعني البرميل الغاز وصل 125، 200 لتر، يعني جريمة. شنو ذنبي انا صاحب المولدة؟ يعني يوميا اصرف برميل ونص، زين من اجيب غاز؟ يعني ليش تجبرني انا جاي انجبر على شيء غلط يعني؟ يعني هسه انا امبارح 7:30، زين برميل الغاز 125، كان ب 90، هاي الذبة. يا ناس يا عالم، يومين اي محطة قضاء المدينة ما تجهزني، يومين يلا توصل لي هاي 20 لتر، المن عنطيك؟ زين شلون اجهز المواطن؟ زين ليش هالظلم هذا؟ هذا ظلم ليش؟ احنا اهل النفط، احنا اهل الغاز، اي محطه قضاء المدينة ما جاي تطي، كذب. ساعه يقولون عاجل، اللتر 250، كذب. اي محطه هسه قضاء المدينة ما جاي تجهزني لتر واحد باليوم، هاي يومين يلا يوصل لي السرعه عليها، شلون اشغل بيها؟ زين ماكينة أنا عندي، شلون أشغل على هاي؟ لنتابع الآن مشاهدينا الكرام تعليقات وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. أول تعليق عندنا من علي عبد الخماسي يقول: حقهم، ساعات التشغيل هواي، انطوهم أحسن ما تروح بجيوب السراق. عندنا تعليق من دكتور زكي عبد السادة يقول: إلى متى هذا الاستهتار وخلق الأزمات؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ضمن التعليقات مشاهدينا من عمار أبو مصطفى يقول: حسبي الله عليهم، كل ساعة أزمة حرب نفسية ضد المواطن. وآخر تعليق من مرتضى البهادلي يقول: أزمة الوقود صار لها 5 أيام، والكهرباء أيضا، والمحافظ مغلس نايم، وبعدين يطلع يقول آني وآني. نأخذ أبو فاطمة من النجف، تفضل يا أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الحقيقة هذا الأمر أمر يعني الوضع الاجتماعي اللي يمر فيه العراق هو عملية يعني متقصدة من قبل، أولا من قبل إيران بإذلال هذا الشعب. نعم، نحن شعب، نحن بلد عندنا النفط، عندنا يعني كل مقومات إنتاج الطاقة الكهربائية، ما عندنا أي نقص. نعم، لذلك هذا الأمر، وحتى الولايات المتحدة هي كانت متقصدة لإيقاف هذا الميدان، لأنه ميدان حيوي، هو يدخل في الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وكل شيء. نعم، هذا الأمر مبرمج ومتقصد لإذلال الناس وتجهيل الناس إلى آخره وتعذيب الناس. أنا أريد لو سمحت أتكلم عن قضية العتبات، العتبة الحسينية في كربلاء ومصادرتها لأرض لأحد المواطنات في كربلاء. صحيح. هذا الأمر يعني ليس الأول، هناك كذلك في النجف وفي كربلاء وفي حتى في بغداد وفي كل المدن، حتى في أماكن لا توجد فيها أماكن مقدسة فاختلقوا هذه القضية. هناك أيضا قضايا قانونية في تجاوز العتبة العباسية والحسينية وكذا على أملاك الناس. احنا نريد نفهم هذا الأمر يعني في كيف، على أي أساس؟ يعني هل أنتم في حاجة إلى أراضي جديدة لتجعلوها يعني ضمن العتبات المقدسة؟ أخي هذا الأمر هو يدار من قبل إيران كذلك، حتى يغدق على المراجع التي تعمل لصالح إيران أولا، لأن معظمها إيرانية وعاجم وكذا، لاستغلالها في الاستثمار في الفنادق والمطاعم وكذا. بس أبو فاطمة، أكو قرار محكمة بالموضوع، أكو قرار محكمة لصالح السيدة، يعني هذا القانون ما يوصل، ما يشمل العتبات الدينية، لو القانون بس على الفقير اليوم بالعراق، يعني شنو عندها قرار محكمة وأيضا تم الاعتداء عليها وتم مصادرة أرضها؟
نعم ما هي، لأن الدولة دولة ميليشيات، لا توجد دولة حقيقية باسم الدولة في العراق، لكن يعني الوزارة الداخلية مخترقة وفيها الفساد، المحافظ المحافظ كل فيه الفساد، فيه الرشاوة، فيه شراء الذمم، هذا الأمر معروف. فهذه المرأة المسكينة، طيب عندك أخي المرقد المشهد الحكيم في النجف، يعني اخذ اراضي، هذه ما موجود حتى في اي دوله في العالم. طيب انا هسه سؤال سيد ابو فاطمه، بعيدا عن هذه الامور نجي للجانب الانساني، هذه جهات دينيه، ما تشوف هذه المراه العراقيه سيده كبيره في السن بمقام والده كثير من العراقيين، ما تاخذهم الشفقه ولا الرحمه، او والاهم ما يحركهم الجانب الديني أنه حرام تبهذلون هاي المرأة العراقية؟ أنتم مو تتكلمون عن حماية الأعراض، أنتم مو تتكلمون عن شرف العراقيات، يعني هاي الأمور ما يدخل بيها حرمة الإنسان وكرامة الإنسان وشرف العراقية وحماية العراقية من البهذلة؟ هذا الموضوع بعيدا عن الجانب الانتفاعي، خلينا نتكلم بالجانب الإنساني، ما عندهم هذه الجوانب؟ نعم أحسنت، نعم أحسنت، هذا المفروض يعني إذا هم رافعين راية الدين والإنسانية والأخلاق وكذا، يعني المفروض هذا الأمر يعني عار على هؤلاء، عار على اللي مسؤول على هذه العتبات أن يتكلم باسم الدين، يعني هذا ضد الدين وضد الإنسانية وضد أي شريعة في العالم، ليس فقط الإسلام، هذا أصلا الأرض المغتصبة لا يجوز التعبد فيها، يعني هذولا يعني راح أتوا لنا بأفكار غريبة عجيبة، وهذا الأمر سالم محمد رغم قساوته على هذه الامرأة، ولكنه إن شاء الله في صالح العراق، يعني الآن كشفت أوراقهم، كشفت سوءتهم، هؤلاء لا يمثلون الدين، وأنا أنصح من هنا، أنصح كل شخص عنده عقل ويفكر وعاقل أن لا يتبع هؤلاء ولا يدعمهم بأي فلس واحد، إن كان في الخمس وإذا كان في العتبات. شكرا سيد أبو فاطمة من النجف، أشكر حضرتك. فيما تبقى من وقت مشاهدينا لدينا فقرة الرسائل الواردة، هنا رسالة دعونا نقرأها سريعا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد الاتفاق بين الأخوة والأخوات المتظاهرين من كافة المحافظات، تقرر يوم الثلاثاء القادم المصادف 21/6/2022 الساعة 9 صباحا سوف تنطلق تظاهرة كبرى للمطالبة بزيادة مقاعد الدراسات العليا. عنوان التظاهرة إن شاء الله سيكون أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق قرب مؤسسة الشهداء، ويكون التجمع قرب ساحة جسر الطابقين المؤدي للبوابة باتجاه الجسر المعلق. سوف نكون بانتظاركم إن شاء الله. هذه رسالة وردتنا مشاهدينا ضمن مواقع القناة في مواقع التواصل الاجتماعي، الصفحات الرسمية لقناة الرافدين الفضائية، بإمكانكم أيضا أن ترسلوا لنا. الآن باللحظات الأخيرة من البرنامج مشاهدينا، طلبة السادس الإعدادي أطلقوا وسم الجدول الوزاري مرفوض للتعبير عن غضبهم من جدول الامتحانات غير المتوازن من حيث ترتيب الامتحانات، حيث لم يتوفر فيه الفارق الزمني المناسب بين مادة وأخرى. الوسم الجدول الزمني أو الجدول الوزاري مرفوض. تبارك تقول: نحن طلبة السادس الإعدادي نرجو من الوزارة النظر لمطلبنا بتحديد يومين ونصف قبل كل المواد أسوة بالسنوات السابقة، نرجو منكم النظر لنا بعين الأبوة، نحن لا نستطيع إكمال ثمانية فصول ويونتات في يوم ونصف، رجاء من أبنائكم الطلاب النظر لمطلبنا وتحقيقه. تغريدة من محمد يقول: يا وزير التربية، الطلاب تنتظر الجدول بفارغ الصبر بعد التأجيل حتى يكون هناك عدول عن الجدول السابق، ثم تأتي بجدول أكثر ظلما، لماذا تحاربون الطالب نفسيا؟ لماذا لم تكن عندكم شخصية قيادية في الإدارة؟ لماذا قراراتكم لم تكن مدروسة؟ تغريدة من وائل يقول: مركزنا الامتحاني يبعد عن بيتنا 120 كيلو بالكوت، يعني أطلع من البيت الساعة 3 الفجر للساعة 6 أصل، أدخل للامتحان بالساعة 7 إلى 10 للساعة 10، حتى أطلع أتريق تصير الساعة 11 ومع الازدحام ل 12 أطلع وأوصل للبيت ب 3، وأكيد تعبان وما نايم الليل، إيش وقت أقرأ
يوم يكفي. وتغريدة أخيرة من داليا تقول كافي عاد يومية تلعبون بأعصابنا، يعني الطلاب الثالث متوسط مو مصيرية وخليته كل يومين وثلاثة امتحان، احنا طالب سادس ومصيرية تخلون فقط يوم واحد بس على هاي قراراتكم راح تأذون البلد، وين تردون توصلون؟ نهبتوا كل شيء بالعراق وعلى الجدول وقفتوا ما تقدرون تسوونه، شوفوا الفساد اللي بيكم. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.